بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب سنة أولى سنة تمريض، أهلا وسهلا بكم مع مادة طب صحة المجتمع الباب الثاني، باب العدوى والمرض. النهاردة مراجعة وحل لأهم الأسئلة على هذا الباب. المهم النهاردة فيديو الجزء الثالث في هذا الباب أو في هذا الجزء، هنجاوب على الخمسة أسئلة الآتيين. السؤال الأول: كيف تنقل الحشرات العدوى؟ واذكر أمثلة لانتقال العدوى عن طريق الحشرات. السؤال الثاني: اذكر أمثلة لانتقال العدوى عن طريق الملامسة. السؤال الثالث: اذكر أمثلة لانتقال العدوى عن طريق الدم. السؤال الرابع: اذكر أمثلة لانتقال الأمراض من الأم الحامل للجنين وما نتيجة هذه العدوى على الجنين. السؤال الخامس: اذكر مداخل العدوى. وهنجاوب مع بعض على هذه الأسئلة الخمسة، وهنشوف الإجابات النموذجية على هذه الأسئلة المهمة. دمتم في رعاية الله. السؤال الأول: كيف تنقل الحشرات العدوى؟ واذكر أمثلة لانتقال العدوى عن طريق الحشرات. ده سؤال مهم جدا، ونشوف الإجابة النموذجية عن هذا السؤال المهم. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة لانتقال العدوى الحشرات. وتنقل العدوى إما ميكانيكيا زي الذباب. ميكانيكيا يعني ايه؟ بتحمي الميكروبات بأرجلها وأجنحتها للطعام والشراب والعين والجلد. أو تقوم الحشرات كعائل مضيف، وسيط. ده زي ايه؟ زي أنثى بعوضة الأنوفلس بتنقل مرض الملاريا، أو أنثى بعوضة الكيوليكس بتنقل مرض الفيلاريا. الحشرات زي مرض الملاريا والفيلاريا، وزي الحمى الصفراء والطاعون والليشمانيا. ادي الأمثلة. السؤال الثاني: اذكر أمثلة لانتقال العدوى عن طريق الملامسة. ونشوف الإجابة النموذجية عن هذا السؤال المهم. الطريقة الرابعة لطرق انتقال العدوى هي الملامسة. وهي الأمراض اللي بيدخل فيها المسبب المعدي عن طريق الجلد أو الغشاء المخاطي، دي الملامسة، ويساعد على حدوث انتقال هذه الأمراض، ووجود ازدحام، وجود تكدس، واستعمال أدوات الغير، ومفيش وعي صحي والعادات السيئة. وفي أمثلة تدخل الجسم مش بتحتاج جروح، لا تحتاج لجروح أو إصابات جلدية، زي الأمراض الجلدية المعدية، التينيا مثلا بتيجي على الجلد، ماشي، أو الارتكاء الالتهابات العادية، الأمراض الجلدية المعدية يعني، زي أمراض العين المعدية زي الرمد الصديدي والرمد الحبيبي، تمام، أو الربيعي، تمام. دي كلها أمثلة للأمراض تنتقل بالملامسة، مش بتحتاج جروح. لكن في أمراض بتحتاج لجروح، لابد من حدوث جرح أو إصابة جلدية عشان المسبب المعدي يدخل إلى جسم الإنسان، زي مرض السعار أو مرض الكلب، زي التيتانوس أو بيسموه الكزاز، زي مرض الجمر الخبيثة والحمى الفحمية، وزي الغرغرينة الغازية. يبقى لابد من وجود جرح عشان المسبب يدخل. السؤال الثالث: اذكر أمثلة لانتقال العدوى عن طريق الدم. وده سؤال شائع جدا ومهم جدا، ونشوف الإجابة النموذجية عن هذا السؤال المهم. الطريقة الخامسة هي الدم، ودي طريقة مشهورة جدا جدا لانتقال العدوى عن طريق الدم ومشتقاته والحقن والأدوات الجراحية الملوثة، تمام. وأمثلة على الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الدم زي الالتهاب الكبدي الوبائي بي وسي. هناك الطعام والشراب قلنا ايه؟ قلنا الالتهاب الكبدي الوبائي A و E، لكن ده الالتهاب الكبدي بي وسي، وزي الايدز وزي الزهري وزي الملاريا. السؤال الرابع: اذكر أمثلة لانتقال الأمراض من الأم الحامل للجنين وما نتيجة هذه العدوى على الجنين.
ونجاوب على شقي هذا السؤال المهم. اذكر امثله لانتقال الامراض من الام الحامل للجنين وما نتيجه هذه العدوى على الجنين ونشوف الاجابه النموذجيه. الطريقه السادسه لانتقال العدوى، امراض تنتقل من الام الحامل الى الجنين، امراض تنتقل من الام الحامل الى الجنين. والمسببات المرضيه هنا بتنتقل اما قبل تكون المشيمه او بعد تكون المشيمه. امثله على ذلك الامراض اللي بتنتقل من الام الحامل للجنين، الحصبه والحصبه الالمانيه، التهاب الكبد الفيروسي بي، مرض السيتوميجالو فيروس، ومرض التوكسوبلازما. ونتيجه لهذه العدوى المنتقله من الام الحامل للجنين بتحدث اثار مدمره زي ايه؟ اجهاض مبكر، اجهاض متاخر، يعني اجهاض مبكر في اول حمل او اجهاض متاخر في اخر حمل، موت الجنين داخل الرحم او موت الجنين في الشهور الاولى بعد يعني بعد الولاده، عيوب خلقيه، ولاده الجنين حامل العدوى زي الحصبه الالمانيه والزهري. السؤال الخامس، اذكر مداخل العدوى، اذكر مداخل العدوى ونشوف الاجابه عن هذا السؤال المهم. مداخل العدوى، هنشوف ايه مداخل العدوى، يعني العدوى بتدخل لي عن طريق ايه؟ احنا شفنا المخارج بتاعتها الرذاذ وغيره وغيره والدم والسائل المنوي، هنشوف مداخلها بتدخل لي عن طريق ايه العدوى. بتدخل لي اول حاجه عن طريق الجهاز التنفسي. واحد، الجهاز التنفسي عن طريق التنفس والاستنشاق زي نزلات البرد والحصبه والسعال الديكي والدرن وغيره، يبقى الجهاز التنفسي اول مدخل من مداخل العدوى. ثاني مدخل مداخل العدوى الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي. الطعام والشراب الملوث، كالتيفويد والكوليرا وغيره، تمام، البروسيلا والدرن المعوي، ده كله عن طريق الجهاز الهضمي. يبقى اول مدخل للعدوى الجهاز التنفسي، ثاني مدخل للعدوى الجهاز الهضمي، ثالث مدخل للعدوى الجلد والغشاء المخاطي زي امراض العين المعديه والجلد وامراض الجلد المعديه ومرض الكلب ومرض التيتانوس، رابع مدخل من مداخل العدوى هو الدم عن طريق نقل الدم ومشتقاته واستعمال الحقن والابر الملوثه والجروح والعمليات الجراحيه، وده كما في الايدز والالتهاب الكبدي بي وسي وزي الزهري.